عن الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب لكرة القدم، دك نادي المغرب التطواني شباك ضيفه النادي القنيطري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء جمع بينهما أمس بملعب لا إبيكا بتطوان. سجل رباعية فريق الحمام البيضاء أنس جبرون في الدقيقة 28، ثم ياسين لكحال في الدقيقة 45، وياسين الصالحي في الدقيقتين 49 و89، فيما وقع الهدف الوحيد للقنيطريين سمير الزكرومي في الدقيقة 50. وحقق المغرب التطواني بعد هذه النتيجة فوزه الرابع هذا الموسم، رافعا رصيد أبناء الأوبرا ل14 نقطة، ليرتقي الفريق للمركز الرابع في سلم الترتيب العام. في المقابل تجرع النادي القنيطري الهزيمة السادسة له هذا الموسم مقابل فوز واحد وهزيمة واحدة أو تعادل واحد، ليبقى في المركز الأخير بأربع نقاط.